وإلى موضوع آخر، حيث غمرت السيول خيام النازحين في منطقتي حارم وسلقين في محافظة إدلب بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة في الآونة الأخيرة. وتتجدد معاناة النازحين مع كل فصل شتاء في مخيمات اللجوء، لا سيما تلك الواقعة على طول الشريط الحدودي مع تركيا، رغم مطالبات الأهالي وجهات مدنية بضرورة وضع خطط من قبل المنظمات للتقليل من أضرار الأمطار. وللحديث أكثر حول أوضاع المخيمات في الشمال السوري معنا عبر الهاتف محمد حلاج، مدير فريق مستقى الاستجابة. أهلا وسهلا فيك بداية. مساء الخير لك والساده المشاهدين. أستاذ محمد، ما هو حجم الأضرار الناجمة عن السيول التي غمرت مخيمات منطقتي حارم وسلقين؟ هل كان هناك خسائر بشرية؟ نعم، بداية فيما يتعلق بموضوع المخيمات، المأساة تتكرر كل عام لدينا في شمال غرب سوريا. الحمد لله حتى الآن لا يوجد أي أضرار بشرية فيما يتعلق بالنازحين الموجودين في تلك المخيمات، لكن كانت الأضرار مادية، هذه أضرار أولية حتى الآن. نخشى مع امتداد فصل الشتاء واقتراب فصل الشتاء بشكل فعلي ودخوله بشكل فعلي على المنطقة من حدوث أضرار ضخمة فيما يتعلق بأمور المخيمات، وخاصة المخيمات العشوائية التي ازدادت خلال الفترة الأخيرة وارتفع عددها إلى 242 مخيم في المنطقة. طيب كيف عم يتعامل النازحين مع هذا الموضوع؟ هل عم يقدروا يسيطروا على الوضع؟ هل حاولوا أنه يقدموا مثلا المنظمات تحاول تلاقي حلول، بما أنه مثل ما ذكرت هو أمر متكرر يعني كل عام؟ نعم، فيما يتعلق بموضوع النازحين والتعامل مع هذه الأمور، هذه كوارث طبيعية لا يمكن أن يتصرف بها أحد كما تعلمين، لكن اليوم النازحين دائما يوجهون مناشدات أو نداءات استغاثة للتغلب على هذه المشاكل في المخيمات. حقيقة لا يوجد أي نوع من الاستجابة فيما يتعلق بموضوع المخيمات، فيما يتعلق باحتياجات المخيمات في فصل الشتاء. العمل يتم دائما الاقتصار على موضوع المساعدات الغذائية، المساعدات الغير غذائية غير كافية للتغلب على مصاعد فصل الشتاء فيما يتعلق بموضوع النازحين في تلك المخيمات. طيب استاذ محمد، حضرتك ذكرت انه يعني المساعدات مقتصرة على الغذاء وغير كافية بالنسبة للنازحين، طيب اليوم كيف هو الوضع الخدمي بمخيمات محافظة إدلب بالعموم؟ نعم، نحن قبل اسبوع من الان اصدرنا تقرير كامل عن احتياجات المخيمات في شمال غرب سوريا. هناك احتياجات ملحة دائما تبرز عند قدوم فصل الشتاء، أهمها هي عبارة عن إصلاح أراضي المخيمات بشكل كامل، من حيث تعبيد الطرقات، من حيث رفع أرضيات المخيمات على الأقل لامتصاص الصدمات المائية الناتجة عن الهطولات المطرية، بالإضافة إلى موضوع إصلاح وتركيب شبكات صرف مطري لهذه المخيمات. حقيقة خلينا نقول أن أكثر من 85% من المخيمات، إن كانت مخيمات مشيدة سابقا أو مخيمات عشوائية اليوم، غير مخدمين بموضوع الصرف المطري. طيب سيد محمد، يعني ذكرت أنه أهالي المخيم عم يعملوا مناشدات، وأيضا أنتم عم تحاولوا مثل ما قلت تدرسوا المنطقة وتقدموا حلول، لماذا لا يتم التجاوب معها؟ يعني الموضوع متكرر كل سنة، نفس الشيء عم بيصير كل سنة، الأوحال والأمطار عم تغني والسيول عم يعني تعبي المنطقة، وما في يعني أي استجابات لهذا الموضوع. هو يمكن أهم من الأكل والشرب بهي الفترة. نعم، فيما يتعلق في هذا الموضوع يعود هذا الأمر إلى التقصير الواضح والصريح من كل الجهات الفاعلة في العمل الإنساني، أقصد بها المنظمات الإنسانية، أقصد بها الجهات المسيطرة على الأرض كحكومات وغيرها من هذه المسميات. للأسف لا يوجد أي تجاوب من هذه الجهات فيما يتعلق بموضوع كوارث الشتاء للنازحين في المخيمات. يعني نحن نتكلم عن الشتاء الماضي، أكثر من 7000 عائلة تضررت نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة في المخيمات، ومع ذلك لم يتم تدارك الكارثة القادمة
للاسف يعني دائما نحن يعني بنخجل قدام انفسنا حتى لما بنحكي عن هذا الموضوع، لا يوجد اي استجابه، لا يوجد اي تعامل بشكل خلينا نقول جدي مع هذا الموضوع. من اهم الاولويات، المنظمات بتقول هذا الكلام وكل الناس بتقول هذا المكان هذا الكلام، من الاولويات هي المسكن، المسكن قبل الطعام والشرب واي شيء بالحياه. يعني لما بيكون في مكان دافئ للاطفال وللعائلات يمكن هو من اولوياتنا، يعني انه نقدم لهم اياه. يعني بالاخير شو فينا نقول غير الله يصبرهم؟ نشكر كثير الأستاذ محمد حلاج مدير فريق منسقه الاستجابة، شكرا لك.